إن لله وإنا إليه راجعون. أسماء حلاوي تغادرنا إلى دار البقاء. متمنياتي دعواتي لها أن الله سبحانه وتعالى يغفر لها ويغفر لنا جميع ويرحمها ويسع عليها داخل القبور والعزائل عائلتها المقربين وعلى رأسهم الزوج ديالها اللي غيتحمل المسؤولية ديال التربية ديال اليتامى اللي خلات أسماء الموكلة، أسماء الصديقة، أسماء الإنسانة، أسماء الضحية التي عانت وقاست وتحملت قسوة القلوب وسلطة الألسن. أسماء واجهت الظلم، حاولت ما أمكن نكون بجانبها، حاولت ما أمكن نساعدها، حاولت ما أمكن نحسسها بأنها ماشي بوحدها، ماشي لأنني محامية وماشي لأنني حقوقية، لأنني امرأة وإنسانة وأعلم جيدا حجم المعاناة اللي كتعانيها النساء في مجتمع لازال يتمسك بامتيازات ذكورية، في مجتمع لازال متمسك بموروث سوسيو ثقافي فيه الكثير من الأحكام ذي القيمة اللي هي معيار معايير التخلف المجتمعي. أسماء مشات بلا ما تاخذ حقها من الدنيا، أملي كبير بل يقيني في الله سبحانه وتعالى غادي ينصفها، وهي ماتت وكتولد المغاربة كلهم تيعرفوا شنو هي الوفاة، إبان الولادة. هاد الصباح ضاعت مني الكلمات وضاعت مني الافكار، باقا حتى شي طرف الخوز ما درتوش فمي كنسمع هاد الخبر، وجهني وألمني بزاف، لان اسماء كانت كتجي عندي ماشي غير المكتب ديالي، كانت تجي عندي كنتلاقاها يعني في اماكن عموميه، دخلت البيت ديالي وعرضتني البيت ديالها ما مره ما جوج، تقاسمنا اشياء خاصه، كانت بيناتنا علاقه انسانيه خاصه وعزيزه عندي وعزيزه عندها. هاد اللحظه اللي تزوج ديالها ملي شافني تاثر وتيقول لي كنتي مريم عزيزه عليها بزاف، كنتي مريم كنتي قريبه منها بزاف، مريم كانت كتبغيك بزاف وانا انا كنبغيها وكنتمنى الله سبحانه وتعالى يغفر ليها ويغفر لينا. تكلمنا هادي اخر مره كانت تقريبا جوج الاسابيع قبل ما تولد، قالت لي بغيت نجي عندك باش نشوفك، قلت لها واه حتى تولدي خلي عليك المشاكل شويه وداكشي، قالت لي لا بغيت غير نشوفك. قلت لها فوقاش ما دخلتي للدار البيضاء انا راه الاشاره، قالت لي المهم انا راه كاينه في كازا نتواصلوا، ما تعاودش توصلنا. ما هذا هو اخر اتصال بيني وبينك. تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.